السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير على كل متابعينا الكرام، مساء الخير عليكم ومساء الخير على كل الأمارات الموجودين معنا. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو مميز من فيديوهات الأدوات والأجهزة المنزلية. شوف النهاردة مع بعض مجموعة جميلة جدا من الأدوات والمنظمات والحيل والأفكار الجميلة جدا اللي هتساعدنا في شغل البيت، وكمان هنقدر نستغل المساحات الضيقة والصغيرة اللي موجودة عندنا في المنزل، وكمان هتوفر عليا الوقت والجهد. خليكم معانا لآخر الفيديو، هنشوف مجموعة جميلة جدا من الأدوات والمنظمات، وكمان إن شاء الله في الفيديو هقول لكم على الأماكن والطرق اللي نقدر من خلالها نشتري كل الأدوات والمنتجات اللي موجودة في الفيديو وأدوات تانية كتير. قبل ما نبدأ شرحنا للأدوات والمنتجات اللي موجودة معانا النهاردة، ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك علشان يوصل لعدد أكبر من المشاهدين. زي ما احنا شايفين مع بعض معانا مجموعة جميلة جدا من الأدوات اللي خاصة بالمطبخ. هنشوف مع بعض المبشرة والقطاعة الخاصة بالخضروات اللي احنا شايفينها جميلة جدا وعملية، زي ما احنا شايفين بتقطع وتبشر وتعمل الأدوات مكعبات وكمان شيبسي وكمان صوابع، يعني جميلة جدا وعملية وهتوفر عليا الوقت والجهد. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعمل الخاص بالرز ودي، زي ما احنا شايفين كده مع بعض جميل جدا وعملي، بياخد معايا كميات كبيرة من الرز او الدقيق، وكمان بيوفر عليا مساحة في المكان. كمان هنشوف مع بعض الصفاية الجميلة جدا والعملية واللي كلنا بنحتاجها في المنزل، بنقدر نصفي عليها ادوات كتيرة جدا من ادوات الاطعمة زي ما احنا شايفين مع بعض. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي ومزود كمان بأدراج صغيرة كده للتوابل زي ما احنا شايفين مع بعض، بياخد معايا أدوات كتيرة جدا من الزيوت والخل والبرطمانات، وكمان بياخد معايا أماكن خاصة بالمعالق والشوك والسكاكين. كمان هنشوف مع بعض علبة التلاجة الجميلة والمميزة اللي نقدر نحط فيها معجنات، كمان نقدر نستخدمها للحوم او الخضروات او الفراخ وادوات تانية كتير زي ما احنا شايفين كده مع بعض، جميلة جدا وعملية. هنشوف كمان مع بعض منظم العصير الديسبنسر الجميل والعملي الخاص بالعصاير، نقدر نحط فيه 3 انواع من العصاير زي ما احنا شايفين وناخد منه بكل سهولة، كمان ما بياخدش عندي مساحة في التلاجة. كمان هنشوف مع بعض منظم حبات البيض الجميل جدا والعملي اللي بياخد معايا حبات بيض كتيرة زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وما بياخدش عندي مساحة، وكمان بيحافظني على البيض بعيد عن اي ادوات تانية علشان ما يتكسرش. هنشوف كمان مع بعض المنظم الخاص بالشوك والمعالق وسكاكين، منظم جميل جدا وعملي وصفاية، نقدر نحط فيه كل الادوات دي علشان نصفيها من المية بعد الغسيل. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي اللي بياخد معايا ادوات كتيرة جدا من ادوات المطبخ زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وكمان مزود بحوامل لأغطية الاواني وقطعة الخضروات وادوات تانية كتير. هنشوف كمان مع بعض المنظم المنزلق اللي احنا شايفينه مع بعض، بياخد معايا ادوات كتيرة جدا، هنحطه كده في الخزينة عندنا او فوق المطبخ وهياخد معايا ادوات كتيرة جدا. كمان هنشوف مع بعض المعالق المعيارية او المغارف المعيارية اللي احنا شايفينها مع بعض، هنقدر ناخد بيها الادوات بكل سهولة سواء من العلب او من الاكياس زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنشوف كمان مع بعض اداة فرد العجين او النشابة زي ما احنا بنسميها، جميلة جدا وعملية وكلنا بنحتاجها في المنزل، وبتفرد معايا العجين زي ما احنا شايفين كده، جميلة جدا وسهلة الاستخدام وبتوفر عليا الوقت والجهد. هنشوف كمان مع بعض الجهاز الجميل والعملي اللي شفط الهواء من الاكياس عشان يوفر عندي مساحة كبيرة جدا سواء في خزينة المطبخ او في التلاجة، جهاز جميل جدا وعملي. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي الخاص بالاكياس الصغيرة زي ما احنا شايفين كده، جميل وعملي وكلنا بنحتاجه في المنزل. هنشوف كمان مع بعض منظم من الأرفف البلاستيكية أو زي ما بنسميه التربو، جميل جدا وعملي وكلنا بنحتاجه في المنزل، نقدر نحط عليه أدوات المطبخ، أدوات الحمام أو أي أدوات عندنا في الغرف.
كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي الخاص بالشوك والسكاكين، وكمان ادوات تانية كتير نقدر نحطه كده على الجدار او على السيراميك بكل سهولة. هنشوف كمان مع بعض الحامل الخاص بأغطية الأواني أو قطعة الخضروات، وكمان مزود بشماعة نقدر نعلق عليها أدوات تانية من أدوات المطبخ. كمان هنشوف مع بعض الطقم الجميل والعملي الخاص بالتوابل زي ما احنا شايفين مع بعض كده، جميل وعملي وسهل الاستخدام. هنشوف كمان مع بعض المصفاة الخاصة بالحوض، هنقدر نحطها في الحوض علشان الحوض عندي ما يتسدش من بواقي الأكل زي ما احنا شايفين كده، جميلة جدا وعملية ومزودة بغطاء خاص بيها علشان نقدر نحطه ونسد بيه الحوض لو احنا حابين ننقع أي حاجة زي أدوات التلاجة، جميلة جدا وعملية. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل والعملي الخاص بالأكياس، هنلزقه عندنا على باب خزينة المطبخ بكل سهولة. ادوات ومنظمات جميلة جدا وعملية وكلنا بنحتاجها في المنزل، وبرغم ان بيبقى فيها ادوات صغيرة ولكن بتبقى مهمة جدا وعملية جدا وكلنا بنستخدمها في البيت. في بعض الاوقات في اصدقاء من اصدقاء القناة بيسألوني في التعليقات عن الادوات دي وعن افضل انواع الادوات، للأسف كلنا ما استخدمناش الادوات، يعني مش كل الادوات اللي بنشوفها في الفيديو انا استخدمتها او في ناس استخدمتها، ولكن كل الادوات اللي احنا بنشوفها مع بعض في منها الامكانيات عالية الجودة وبتبقى نظيفة جدا وشركات عالية جدا، وفي منها المتوسطة وكمان في منها الرخيص اللي على قد الايد، كل واحد وعلى حسب امكانياته طبعا، كل واحد بيجيب الامكانيات المتاحة عنده. كمان في الادوات اللي احنا بنجيبها سواء الادوات الصغيرة او الادوات الكهربائية، سواء الادوات البلاستيكية، سواء ادوات التنظيف، كل الادوات اللي احنا بنشوفها مع بعض في منها الرخيص والغالي، وفي منها الجودة العالية، وفي منها الجودة المنخفضة او الجودة المتوسطة، كل ده على حسب امكانياتنا الشخصية. كمان ممكن الادوات الرخيصة ممكن احنا نستخدمها استخدام صح واستخدام بشكل كويس هيعيش معانا فترة طويلة جدا ومش هيبوظ بسرعة، اهم حاجة استخدامنا ليها والحفاظ عليها بشكل كويس. بمعنى ان الادوات الرخيصة اللي احنا بنشوفها او بنسمع عنها مش شرط تكون وحشة، ولكن بترجع لاستخداماتي الشخصية والحفاظ عليها بتعيش معايا فترة طويلة. كمان الادوات اللي بنستخدمها في الحمام، الارفف البلاستيكية او الارفف الاكليريك او اي ادوات خاصة بالادوات الحمام ممكن نستخدمها تكون من الادوات الرخيصة مش شرط الادوات الغالية، وبرضو ده بيرجع لامكانياتنا احنا الشخصية. هنرجع تاني مع بعض للأدوات اللي معانا في الفيديو. دلوقتي معانا مجموعة جميلة جدا من الأدوات والمنظمات الخاصة بالحمام زي ما احنا شايفين كده مع بعض، أدوات جميلة جدا وعملية وكلنا بنحتاجها في المنزل، وكمان بتنظم وترتب عند الحمام بشكل رائع جدا. ودلوقتي جه ميعادنا علشان نعرف ازاي نقدر نشتري كل الأدوات والمنتجات اللي احنا شفناها مع بعض النهاردة في الفيديو وأدوات تانية كتير. الطريقة الأولى وهي عن طريق محلات الأدوات المنزلية اللي هنلاقيها في أماكن كتير جدا حوالينا. أما الطريقة الثانية وهي عن طريق صفحات الفيسبوك، صفحات كتيرة جدا وبتبيع الأدوات أونلاين وتوصلك الأدوات لحد باب البيت. الطريقة الثالثة والأخيرة واللي معتمدة دايما في الشراء اللي نقدر من خلالها نشتري كل الأدوات اللي موجودة في الفيديو وأدوات تانية كتير، وهي المواقع الإلكترونية. المواقع الإلكترونية في منها مواقع كتير جدا ومختلفة، هنذكر منها دلوقتي موقع علي بابا عربي نقدر نشتري منه الأدوات اللي احنا بنشوفها وأدوات تانية كتير، وكمان موقع نون دوت كوم وجوميا دوت كوم، وفي مواقع كتير جدا ومختلفة. وكمان المواقع دي نقدر ننزل التطبيقات الخاصة بيها وننزل من عليها أو نحجز من عليها كل الأدوات اللي احنا محتاجينها وتوصل لنا لحد باب البيت. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، بتمنى جدا جدا يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو انتوا اول مرة بتشوفوا قناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، ولو الفيديو عجبكم ضروري جدا جدا اللايك علشان يوصل لعدد اكبر من المشاهدين. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، وانتوا بخير وصحة وسعادة يا رب دايما. السلام عليكم ورحمة الله.